السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. سامحوني اليوم وايد تأخرت، البارحة راقد الساعة 3 يعني المصري وبطيته هدرب وياه. أبشروا بالريال أبوي توه واصل. السلام عليكم. عليكم السلام، ها قرب. هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. خير. صباح النور صباح النور صباح لا هذا مكان أم محمد، تعال أنت جاي. جلس. النجم العالمي. وهذا بها بشيرك بعد صلاح وصل. يلا قم 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 سر 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 عند الباب اربع، افتح لي الباب الحين. صباح الخير سك. عيب صلاح سلم عليه. اي صلاح تمام كل صلاح. سلام عليكم صباح الخير. ندوم كيف دون تي بلاها ذاك ندوم هدوت مالاتي هاي ندوم تقول صلاح دون دوم ايه هذا ودوم هدولة هذا تبي اليوم بسير دبي؟ لا دبي يوم الخميس بابي هدول هاي بخميس هدول دون دوم ايه هدود نزيد هدود دقاب هذا مون نزيد ما شبه إذا تأخذ شرف عرف. يلا مش واجه. حطه تحت. حطه مش بالموت. هذا شوف. شيل ودره. حيوان بابل. أنا. أحب اللي تروح حيوان ده. لا ما لا لا. بفرس. صبح ليش تقول حيوان حب علي عيب. ما كل أحوال. لا أنا سامع عنه. لا تحلوه يقول يا حلوة. حلوان. حلوة. حلوة دي منطقة عند لك مصر. حان يوم يا علي؟ ايه وين هدية؟ تدري شو جايب لك؟ ماشي لا جايب لك هو هدية. انا قلت لك هدية فلوس. صلاح هاي هدية مالك. جيب اياه خلي اعطيه. كل سنة وانت طيب. عيد الام. صلاح هدية. هاي هدية حبيبي مال مال رمضان. كل سنة وانت طيب. شو تسمونه؟ فانوس رمضان. فانوس رمضان. يس يس. صلاحي بعد غنية ويا يوم بتعطيه رمضان جانا ايه وحوي يا وحوي تدعاك ويطلع العفريت. صليت دي العصر الحمد لله ما بيعرف كفكر ركعتين انت تصلي قصر ولا باقي خلا انش هذا تبغى دبي خلي لسبغة ايه دي تايلاند ولا سبغة دبي؟ لا حبيبي انا ما عارف ايش دوم فلاح كيش انزين تراكيب تذياب شويه هذا بتاعي الشهر يومين نحب نسد بين لا لا يعني لك في طيب لا 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 شوف هذا موري طب ما تطمن تامن عليا ولا في ايه ترجع عند اللغه. انا اليوم ما عرفت اي شيء من اخبارك. انت وين سرت وين جيت شو تريكت اليوم الصبح؟ خديجه. انت خديجه شو تريكت شو تريكت عندكم خدية؟ خبوزة سيدة أو رمالة تعالي خدية شو؟ مستشفى تريكت يعني من ريوق المستشفى؟ ايه هلا هو تسين باشر تبشراته؟ ايه وانت من تشوف حد تغار منه؟ صلاح ها ايه رأيك مسافر تايلاند؟ ايه وحشاك تايلاند ها؟ ايه جميلة الله كريم الله كريم بحر الماء بوديك؟ ايه بوديك؟ ايه تايلاند بانكوك؟ ايه بوديك شوف انا العيد ايه عقب العيد بسير فرنسا ولندن ايه من ارد بوديك ايه بنخلي علي يجينا ايه ودي ويانا تايلاند ايه هاي لا فرنسا ولندن ما بيطيعون يودونا حبيبي الفيزا وايد بتعب عنده وايد مشكلة في مصر ما يعطونهم فيزا وقامته في مصر وقامته في ابو ظبي بنضحر الفيزا حق لندن ايه بنتريا لين يخلص من مخلص من من السفرة ايه؟ بنصير أنا وأنت وعلي بانكوك. ميمي. شو رأيك؟ تمام ميمي أحلى بيت بالبستر ما كرت في حياتي والله. طعمه. عرفت الخبز هذا شو اسمه؟ العيش. آه. لا هذا اسمه خمير. خمير. إيه. هذا من الأشياء التراثية عندنا. عندنا منه بس بيتعمل باللبن الرايب
هي صح مش كده؟ هو لبن رايب ده من لبن رايب ولا بي بي بيخمروا اللبن ويعملوا مش بعدين ياكلوا اوادم لو بقى مش للدرجات لا بس بني ادمين طبعا لبن رايب ويعينوا فيها عجين بس الخبز بقى وبالدهن طبعا بالسمنه البلدي كده وبقى جميل. عندكم جواب بعد؟ لو ريح تكلم على مكران سلمت عليه. الو الو شريفه جميله كده بس شغله زياده. اه ما يرحمش هو الله لا يرحمك حرامي. شو صلاح شو تقول حبيبي؟ جوكل جوكل اثنين كرد انا كرتين اثنين هاي ترى حجرتين. ايه شو مشكلتك الحين انت بالكرت؟ ترى كرتك داخل مخباك ما حجرك وكرت الدريول عنده وكرت علي عنده وكرتي انا عندي ايش كذا؟ شو تبغي انت؟ هذا ابو اللي قال هنا شياك طه طه ست ما بطه حبيبي عيسى طه في المغرب عيسى عيسى هني عيسى وطه في المغرب عيسى هي جمعه بنتغدى في ال او انس لا يوم الجمعه بنتغدى في المزهر عند قوم عيسى يوم السبت سنين قال لك ايه هو بقى كده لما تليك فاهم حاجه ركز حكا قول بس كلمه لك ايه شو بلا هاخدك الكلام بتاعتك الشاهد ده ده صراحه لا 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 شاب عليه الحلم ثلاثة خيبة ويون طب حرام حرام حبيبي وانت من زادة مش شفتيني عمال تشتم فيا انت ليه ده انا بحبيبك يعني هات بوسه بوسه وياك الطباخ شو تبى خبره؟ انا عايز بقى حاجات غريبه وعجيبه حاجات ما اتعملتش قبل كده حاجات مش شفتها كتير على سناب بس لا فعلا على جنب كده وعايز حاجه جديده بقى هتطبخ ايه النهارده؟ الغدا ايه؟ المنيو ايه؟ انت مش فاهم حاجه خالص جنبي واحد مش فاهم يو دونت اندرستاند وات هي سي؟ نو ما عارف ايش تقول انت ما تتكلم صح الميني ديش السلط السوب تلمي بتكلم ايه توداي ما يسترداي يعني توداي وات كان يو ايت مي تاكلني ايه ها كارب سوب ايوه كالينولي انا بحبه ده ايه رايك ايه تاني ها تشيكن ايه رايك بقى؟ احب اشوف ايه تاني؟ في حمام يا ولد بيرد عاوز ايه يا علي؟ الحمام في حمام في حمام ذا سمول بيرد سمول ميك فور بس مش سمول بيرد سمول بيرد هتحشي بقى ايه السمول بيرد ده؟ ايه رايس؟ ستابينج ستابينج فريك؟ ستابينج نو انسايد انا ديزيرت ام وعند هتجيب امي ما يعرف ام علي هذا امي ما حدش يعرفها سر سوري ينجو اي ود ات يو نو ميك هاي زنوني كلانوني اند كارتسو شو تبي انت؟ لحمه مفرومه جيال لا 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 امال ايه؟ اقول لكم الكرت اللي توني حطيت لكم اياه العنوان اما الخياط اللي يخيط يخيط المقاصير اللي البارح اللي ما شافه البارح يشوفه اليوم الحين يسالون بلاك ما حطيت حط انه العنوان من البارحه حط انه ومصور فيدي وطحنت الزمان وديتينيه الكاميرا على الكرت غير اللي ما وديتينيه الكاميرا على الكرت ودي صوره ودي تي مرور الكرام يا غير ما سبحان الله حد من العرب حياسه فيها في حد لاي علي طبعا كل اللي بتقوله صح ما اعرفش انت بتقول ايه بس باللي بتقوله صح يا راجل ما اقدرش اعترض منور يا حج علي بلدكم جميله انت حجيت انت علي؟ لا عمرك بس؟ اه الاحساس يا خالد ان علي علي ايوه عرفت ليش انا ما يعجبني العجب؟ لاني طالع من هالدوله
اي حاجه اشوفها ما تعجبنيش. ما هو انت هنا ما فيش حاجه فيها غلط. تخيل انت ان في انت ما شفت الامارات، ما رحنا دبي ولا شياته، الحين احنا لسه ابو ظبي اولها، اول خطوه فيها، اول خطوه داخل ابو ظبي. طقس الامارات يعني تضاريس الامارات، في الجبل وفي السهل وفي البر وفي الصحراء في البحر، كل في المياه السياحيه. طقس الامارات يعني تضاريسها كل شيء يختلف، البيئه البحريه البريه الجبليه والساحليه والمزارع والماي والجداول، الافلاج الافلاج والوديان الشلالات، في مناطق في ثلج تستوي كمان. نعم والله، يعني كمان ده مال مال الطبيعي. ادخل في النفق واظهر انه خلاف هذيك اشاره هي الاشاره ترد منها يوتير هي من ترد من الاشاره يوتير هي هذيك فتحه على يمينك. انزين ابرك كم ساعه هذيك فتحه يمين هي الشارع هي العودة هاي مال عبور الشارع. هي سيدي واسوي يوتيرن. اي نعم. وهذا المصري اللي على يميني ابو ياس يدعي ان الله يفكه من هالحشره، ضايع في الطوش ولا فاهم شيء. لا اللي كان وياي في بانكوك. بس النسخه الثانيه. هذا العود. هذا اللي طلب، هذا اللي طلب من عند اللي طلب الغداء من عند الشيف عندك. هي هو هذا. راعم الدنيا. والله انت وصفتك سهله خالص، بقى لنا نص ساعه عمالين نلف. اقول لك قريب مو بعيد. لا قريب ما يستوي عاد، هلا وقريب ومش بعيد. لا عادي. يلا يلا قبيسات ما يغلبكم شيء. يلا يلا هذو انتوا الحين هاي انتوا الاثنين ها؟ نعم ما شاء الله عليكم. هذو اظن هني تعال بعد طالع كان شيء بارتيون. خليك زي ما انت ما تتحركش لحد ما. طب لو حد عايز يطلع ولا حاجه خليك اعمل نفسك اطرش واعمى. ما شاء الله ما يندرى بي انا وي. سلام عليكم. والله وصفك يا 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 ابن صالح وايد مشكله، والله وصفك وايد غريب. سلام عليكم. بن سعيد بن خميس المزروعي، انت حين ضفت لي معلومه. نعم. انا كمان يوم ساير وين البحر شويهات. نعم. يوم اقول لك هاي صنادج الاول قوم الكوري، يوم اقول لك هاك الايام اقول لكم انا جاينها شويهات يوم هي بس صنادج. نعم. وماك شيء صنادج الا صنادج سعيد بن منخس. نعم. لابو قتم البارح انت رسلت لي مسج يوم انا ساير اخيط المقاصير. نعم. انزين بنايه ابنه والله عليك هذه سعيد الكوري. شوف انت شوف الصدفه. جزاك الله خير يا ابوك، تيملت يوم خبرت ابوي. انا ابوي ما اعرف والله معلومه هاي وايد مهمه عندي انا. الحمد لله. ان يعني الصدفه توصل الى هالمواصيل. شو شعورك اليوم؟ شو شعوره بعد؟ انت شفت عمرك قبل؟ قبل. بسم الله. لا كلام قوي. كلام زين ما عليه. احنا حق وين سايرين؟ احنا رايحين اجمع. ايه انت ري الريال اللي بيصلح التليفون. الريال بيصلح التليفون. ترى امس اللي ما نباح للتسجيل اسجلها. زين علومك انت؟ طيب والله الحمد لله. شفت علي؟ نعم شفته. اي نعم. تذكرته قلت له الشقة اللي كنت ناصب عليك بعد؟ ايه. في ذمتك؟ يا الله سلنقو هذي. علي تعرفه يا الريال؟ ايه عن ابوه نسيتني علي؟ انا نصاب اكيد نسيت. وصفة هايلة، وصفة سهلة. وين احنا تريح الشباب هالاثنين اللي جايين هذا يصلحون السناب شات مالي اولنا ونحن ياسين على حسابك. نعم يعني كفو كفو المزروعي. اقول لكم عاد انتم همكم موضوع السناب الموضوع يعني الله يحفظكم. معلج السناب حين له اكثر من شهرين شهر ونص ما خليت حد في الدنيا العوده ما فحين اخر شيء استعنا بالخبير هذا هذا تشوفونه ويا ابوي من اخر الدنيا لين ها هالمبنى اللي نحن فيه بارك الله فيه. انزين بحضور الجماعة ها هذا المزروعي وهذا علي المصري وهذا الحبيب وهذا الحبيب القبيسي وهذا الفنان فالريالي على الله يحفظكم دق صدره وقال إن شاء الله في خلال 24 ساعة أنه بيتصلح تليفوني اللي هو السناب
بس ادعوا له عادة. في احتمال أن تنحل معاناة من شهرين شهرين ونص وأنا متأثر منها، وهو ريال حين هذا جاي من آخر الدنيا وقال أنها بيحل الأزمة. شو رأيك الحبيب؟ شو رأيك؟ إن شاء الله تنحل. إن شاء الله، بارك الله، جزاك الله خير، في انتظار أبوي حل المشكلة إن شاء الله. باجي كله في التوافيج، على التوافيج إذا الله رايد أن الموضوعين حل فهو اللهم أنه جهة وصل. حميد المزروعي مع السلامة. الله معاك يا زي محمد، مرحبا، البركة. مال أبوي مال سعيد، شكرا، سلم على الوالد. يبلغ السلام. الله يحفظك. وتذهر كانت عندك. يا الله يا الله، منك كل ذي عاهة جبار، الله أكبر عليك. شو بقولكم، ما خلوا شيء لعيزانين عنه، سووا يهدتهم، بغوا ينحل مليون حد من الاي تي، ما شيء فايدة. شباب ما شاء الله مواطنين هالدار، يعني يا غير اختصاصهم كمبيوترات وكمبيوترات، لكن المشكلة عندي في السناب أنا. إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، ذبحني ولا إيه. أنا أرمس وياكم، ما شفت إلا هالمفهي اللي وراي، قلت في خاطري بسم الله. شو مستوي عليه المراد ان ابو يوم عيزة تخيل ابوهم، قالوا لي نعرف ريال ابوي اختصاصه السناب، وكذ خطفت عليه اكثر عن مره مثل هالمشكله، فان شاء الله بيكون الحل. فوالله يا الريال اختصاصه السناب، ان شاء الله يكون بيعرف يحل لك هالمشكله، ويا الريال ويا السناب ويا تفاكرنا ووعدني خير على ما شفته. شو رايك عليه، شو تشوف الريال، يعرف ولا ما يعرف؟ اكيد بيقول لك انه مرت عليه حالات زي دي او مشكلات زي دي وتحلت، بس من الحساب نفسه بتاع السناب شات مش مشكله التليفون. لك انت حينه لا خير ان شاء الله خير. الراجل ده قال ان هو مرت وين خير انت حط على كرشي بقى خير، مش هيدور على خير ابدا. شوف علي انت فين دلوقتي، اهو النيل بتاعنا، شوفوا عزبه المايه دي، حلو زي العسل. تشرب تحلم في يوم من الايام والله انك تجيب ابو ظبي او تجي الامارات؟ يعني مستحيل. انا اتجننت لما ما جاليش نوم يجي اسبوع لما انت بعت لي التاشيره. بتسير ثلاث ايام في ابو ظبي، وبتسير بتيرس الخميس والجمعه والسبت في دبي، وما بتخلي معلم في معالم دبي اللي بتسير لها. حتى الحين اليوع لاعب لعايب عندي انا، يعني علي لا نص نص بجد. لا والله مش كان. ليش انا فتره متاخر ليه؟ اللي بتقولي بتحس في مصر كله الامارات كلها عندك حاجات كتيره دلوقتي بقت من يعني صناعه الامارات بنزين، يعني عربيات الاوتوبيسات العامه. ايه الاوتوبيسات قلت لك العامه في يعني في كتير قوي مفروشات وستاير ومراتب كلها ميدين الامارات. في اكل كتير دلوقتي بعد، وفي كمان الاجهزه الالكترونيات والاجهزه الكهربائيه كل من الامارات. سبحان الله، يعني بدل ما كنا الاوتوبيسات العامة اللي هي للشعب، يعني دي كانت منحة من هدية من الامارات. علينا الباصات معناها العام من الامارات هذا كله حق الشعب المصري. زين، وعشان كده احنا بنحب الشعب الاماراتي. سلام. طبعا ما تشدبك. لا والله الله يعلم. لا بتحبهم؟ وطبعا يمكن من اكتر الشعوب العربية اقرب لينا احنا كمصريين في الوقت الشدة اللي احنا مرينا بيها الامارات فوق راسنا. كمان والاسعاف والعربيات المطافيه كتيره، بس ما شاء الله لما ما تلاقيش حريقه بتولع هي وتتصرف وتطفي وتمشي. علي لازم انت تشوف لك حل مع الكرش ده. والله ما باكلش كتير والله، بطلك هالمتين ما تاكل بس كتير. الحركه اقل شويه، يعني الحركه اقل يمكن عشان باكل. احنا دلوقتي رايحين البيت بنتغدى بنعين من الله خير ان شاء الله. انا اطلع من عقب ما اصلي العصر برقد شويه. زين شو بتسوي انت؟ شو بتسوي انت حين؟ ارجع بقى الاوتيل مع السلامة. لا 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 ترجع الاوتيل ولا شيء. شو بتسوي؟ بتجلس هناك في الميلس. بتنيلق يعني تريح لك ساعة ساعتين في الميلس هي تمدد. انزين والمغرب المغرب تتحوط في المول وانا بتمرن. ماشي شو رايك؟ من اخلص من النادي بتسير بتتعشى بنعيم من الله خير. خير ان شاء الله. ونرد نرقد وباشر على هالمنوال. ان شاء الله. اليوم ما قدرنا علي نسوي اي شيء، شو السبب؟ طالعين الساعه 12 الظهر الناس ترد من الاشغال الساعه 12 ونحن ظاهرين الساعه 12. باكر علي بخلي الدريفر يجيك الساعه 7:30 ان شاء الله. 7:30 تكون عندي، بنتريق 8:30 ان شاء الله يكون ظاهرين بحيث نقدر ننجز اي حاجه. عندي شغل جوازات بعد باكر، اخلص من الجوازات
بنصير عقب بنقدر نسوي لنا اي شغله نزور حد في المريض اكشتك بوديك تتكشت طيب يعني كشكت ها يعني كشكت هب اكشتك يعني افسحك اه يا ريت كفسحه ايوه ايه علي لما لقيت حد من العيال بيلعب كره في الشارع ولا عيل راكب عجله ولا عيل راكب توك توك ولا فين وفين الزبال ما في زباله عن الزبالة هاي الزبالة مالتها اهو سندي اللي شايفهم انتم صندوق زبالة عندنا زبالة من غير صندوق احنا الزبالة كل يوم سيايرتي العربيات مثل اللي بتشيل الزبايل 24 ساعة شغالين عشان غير ما فيش زبالة ما تلقاها احنا احنا عندنا بقى بتوع الزبالة بييجوا يحطوا زبالة على الزبالة اللي عندنا الزبالة نحن الفرق ان مال النظافه شغالين يمكن اربع شفتات اربع ورديات حد يشيل وحد يحط بعديه البيت ولا انا جاي هديه من وين وشو اعتقد يمكن سيايد كان هم صلاه اعتقد ينقال سيايد ولا سيادات سيايد ولا سيادات ما يندر كل حد عادي اختار لي يبا ها شفت علي دي شوربة الجزر زين شوربة العدس دي لا شوربة جزر يا دوق طعم ايه حلوة اه تجنن هذا ابوي مسوين حق علي نحن دياي مشواي وعيش ابيض وحد شوربة الجزر وها سلطات ليمونتين ما ادري شو وهذا ها اللي يسمونه كان شو اسمه علي كانانولي كيف تعرف الناس اسمها كانانولي؟ تعرف به يعني في البرنامج الطبخ هي في السي بي سي سفرة هي بيجيبوا لنا كانانولي صدق عرفت من عندنا لا 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 من زمن والله من الاساس اسمه كانانولي وكنت على فكرة معاك في المطعم اللي في الزمالك شكرا أيوة. لا طرها الكانانولي طرها هاي داخلها شو؟ سبانخ سبانخ وجبن وجبن ايوه عليك بالعافية حلو كله جميل هي بيصير ابوي لا ما بيصير حق خالد بيصير حق العالم كلها انت اسمك راشد وانت اسمك يوسف محمد محمد وراشد وانتوا جايين من خصر بلادكم انتوا وحينا الله ما يحتاج شو بعد ما يحتاج اسم هالشي بلادك الفيلم اسمها الفيلم صدق والله الفيلم نعم شو قلت لي اسمها بلادكم الفيلم اسمها الفيلم يعني شعبية ولا منطقة؟ لا منطقة تابعة لخصب. أيوة. بعيد على البحر لو قرب. لا. شو جايين هالخصب بدال الودي أكثر عن ودي. نعم. وشو تشوف خصب؟ يلا خصب وهل هيك لمزة يا متحة واليادي الله. وغمضة وتيبات كمزات. تمرة. نعم جاي تيبات وقب علي. أنا غب علي نعم. إيه نعم. وحتى كمزار وصلت. نعم. إيه نعم. طيب والله يحييك. أنت فهمت شو قلنا؟ ولا حاجة. ليه؟ والله انا اسامي بلدان انما فين دي فاني قاره فاني حته ما ادري هو حين جايتكم انتم طرشكم خالد يوسف خالد يوسف واحمد ربع الاوليين من صدقاني من عشرات السنين اتعرف وياه ومن خصب خالد يوسف يعني الله يحفظكم يشتغل في دبا يا غير هو رسم من خصب انزين ومطرش وياكم هاد مداخل الشحيات هاي مداخل الاوليات الاصليه اللي يطرون هالمداخل الشحيات هاي المداخل الشحيات ما الأول خدمة الأولية هذا ما يوجدن إلا في دبا بس في دبا غير دبا ما بموجود أمهات عروتين وشي أمهات عروة يختلف الأحجار وشي عدة نقشات عادة وكل واحد أخير عن الثاني وشو ميزتن ميزتن الله يحفظكم إنهن الأصل المداخل هن هذه الأصل اللي من استوت الدنيا جودات اللي شيء تقليد شرات بياعي يسمونهم بهبهو هي بهبهو يعني شيء ما بأصلي وثلاث تعرب عب ميوب ها مداخن ابوي شيء وثلاث تعرب ثرهن شيء احيد هم بأمها ثلاث تعرب غير ناس مشكورين ما قصرت يا خالد يوسف فالله تشر والبلاء عنك بعد اثنين ثرهن هي امها ثلاث تعرب هذا هذا
هذا عاد مثلا يا الله يحفظكم حق منو حق يوم ضيفه عوده شيء ميلس ممزوري ميع اللوادم، لكن هذا غير عن هذا، هذا لكل الزمن ولا يحر ولا شيات، لو تقبضه هني ممزوري ميع الضيان واليمر ما يحر. انزين شو الفرق بين هذا استعمال اليومي يوميا يستخدم غير هذا يوم شيء ضيف كبار مناسبات عرس شيء علم هذه على الله يحفظكم ما يصلح حق كل حد. شو السبب؟ يصلح بس حق الأكرام اللي شطفت العود أبوي يوم تنحطك بالشيف تظهر مبراطم إن بتحط المدخن هالمتن كبر الشر وبتحط لك سيرة عود كبر الطعامة ها أبوي بيجلبون معالي راسك يلي يابلها من المدخن ما ينفع ولا ما ينفع ما يصير أبدا ما ينفع. طب ما أنا ليه ما ولعت ليش إلنا منه مش أنا مهم ما بكفو ليه ما يضرش لا 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 ما يكفيش ما يكفيش عين أوسع اللي يحيد عمره بيحط ابوي تسيرة عود هالكبيره لا ياخذ من هذه هاي ابوي لازم تسيرة العودة تكبر كبر الكف وتظهر ابوي من براطم المدخن شرق وغرب كل شيء ولا شيء كل شيء ولا شيء. هاي ابوي الخدمة الأولية وهاي نمونته ترى ما بالبيع وهذا كريال ترى ما بتاجر ولا حد يسألني لا رقمه ولا هدية من الجماعة هايين ابوي عندهم شغل في مستشفى زايد العسكري جزاهم الله خير ويا ابوه الأمانة لين عندي أنا والحين واصلين ويزاهم الله خير ما قصرت بارك الله فيكم. شوفوا الحين ترى كل أخبار وكل نقشة تختلف عن الثانية لها معاني وطقوس وعلم وخبر في عند هلب المداخل اللي في دب ما عندنا شغل ده بعد هي مصر أم الدنيا كل شيء فيها فخار تصنع فيه كل شيء يعني ده يخش الفرن طقين موالي يتحط فيه كرهات تجنن ماشي مع الشارع قلت ايه علي؟ ماشي مع لون شعري ابدا نفس الشيء نفس الدرجة نفس الدرجة مع الأميس ولا حيالله خالد يوسف ابي هني بيت الرجال ابي هيا خالد يوسف هني وين رحت وين؟ بيت ابو محمد ابوي بيت ابو محمد جلتتوا هالتسجيل الحين قبل رمزة والله تشرفت بمعرفتكم يا مرحبا بكم وسهلا يا حيك والله مرحبا وسهلا من سرتوا لين جيتوا يلا تعثروا على الباب هذا انتم الحين ما شاء سيارتكم صورتونا كمان مرة لن تنسونا بالمرة علي عرفت ايش يقولون؟ ها؟ لا صدق والله لا والله ولا كلمه كذاب ليش؟ لا لا تكلمون لا عربي؟ لك خالد ايوه ابو محمد ايش هاي يخدمونهم في دبا ولا في وين؟ لا هذا حبيبك اللي يخدمونه في منطقه في البحر ونسموها ليمه شو اسمها؟ ليمه ليمه لي جزيره لو شو هذه؟ يعني منطقه في البحر يعني بحر ولا طائرة تابع حق وين هي تابع للقصر لنعمان هي زين زين مشكورين ما قصرت يا خالد حاضر انا احبك يعني لك بروح فيك فوق او من عين ابو محمد يا رك الله يا رك الله يا خالد لا لا شيء عفعلك ابو محمد انا اولتي والله عسب كان انا بطرش لك كل سدني اللي طرشيت ما شاء الله حوالي 8 مداخل وغاويات ما هات ثلاث عري هذه اول مره اشوفن هي هذه عاد الحرمه قالت لي هي بعد التابع ترى بال على هذا الوات سناب على سناب من الجزيره هاي تابعون مشكوري ما قصرتوا يا سمي ما قصرتوا اقول انا جاي البيت هذا جاي لنا قد قلت لي والله جاي البيت يعني كاميرا جاي البيت ان شاء الله بعني لكم عنوه يا ابو يوسف ان شاء الله اني بعني لكم في خاطري يا حبيبي ما تبعزوا من بيت بيت مره ساعه مره ساعه ما تطلع يا العمرك طويل يا يلا صح وعيته وعيته صلاح لا لا ما ود وريني وشك تعال كده وريني وشك الله يجنن بعد النوم اشوف ما شاء الله ما شاء الله مساكم الله بالخير هذا صراحة تبى واصل ترى الحين هذا سير وين جاي؟ دكبر ها؟
وين جاي؟ تغديت؟ وين سرت؟ وين جيت؟ هديه 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 ولا بدريه؟ انت تبي هديه؟ حلف الله مو بقالت بس عندكم بدريه؟ ابيها امس امس ايوه علي بي صلاح علي ايش قال يمشي؟ كيف؟ زين ليش؟ اشوف صلاح كم دول؟ ألف؟ يبيها هي أثب الكاميرا هذا الفي فاي مال بيتنا لمتاجنا هالي من from here صح؟ زين برنج ما شيء كان before it was five pieces yeah only two left two left who eat it you أنا متى برنج الدام هيري أيوة الحين ها بالغة كم مرة زاهبات رقم هين شو ما شاء الله شكر ريج عادة شكر ريج إيه بارد كمان شو ما زين شكر ريج عاد شكر ريج بيج وان سند تو بابا عيد هاوس رايت ناو يلا عند سمول وان كيب ات ان ذا فريج فور مي شكر ريج اقولكم حرام ان شكر ريج صح طعمه فنان وغاوي وفنان مريح للمعده يميع الفوائد كده قلبي ها علي شو طعمه؟ طعمه فنان وغاوي هي فنان حلو ايه غاوي دي؟ يعني غاوي ها غاوي؟ غاوي ما قل اثنين ثلاثة سيب الشو صلاح بتموت قمت العرب كلها ابو محمد على يساري حرامي اني ما طعميت تنسيت يوم خلصت قالت عنب جلست تتلجمهم باثنيناتهم وانا نسيتني الله ها قلنا بي يا حبيب النبي ها عشان نشوفك لاخر حته هذه ديال مين اللي ما افتكرتها بيني وبين صلاح انت يوم وقض اللوه وين سارت الحين؟ يا لا تأخر يا يسرياك علي صلاح شو يا استحسب صلاح حرام حرام صلاح عطى عشر عشر بس طب 150 صلاح حرام مسكين بص مسكين هات يلا 10 صلاح هات 10 بس طب 50 صلاح حبيبي 10 وحده كلم صلاح حرام لا تقول حيوان عيب صلاح 10 10 وحده 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 صلاح وحده بس صلاح يا لهوي يا دهن هات 10 بس 10 ده انا اخذت الفضفض 50 صلاح 10 بس 10 خلاص خلي ولي تعال يسعد داعي صلاح جمل اخ عليك سويت بخيل انت صلاح انت ما كنت هالشكل الاول بخيل دقه جهويك صبق هوا على صلاح صبق هوا ها شو بلا شو بلا انا وشفه يا سيدي مطرح ما يسري حلوة القهوة ايه ده لونه ايه بقى حبيبي حلوة ده صحة وده زعبان ايه طب ده لونه ايه لونه ايه ده كلمين عايز تاني سر زقر اسد قول له تعال شو يباك الحين اسد صلاح شو بلا اسد الحين خلي ولي يلا مع السلامه سلام يلا باي باي صلاح باي خلي بالك
وين انت وين؟ زين اقول لك علي خش الجيم معايا؟ لا الجمعة الجاية لا الجيم بتدخل معاي الجيم؟ اتفرج عليك. علي انت بتتم خاري؟ حتفضل برا؟ لا اقعد معاك جوه. لا ممنوع. ممنوع استناك برا على اي كافيه. ايه كافيه كم هنا كافيه؟ في انت تبي تدوخ شيشه صح؟ ايوه علك تدوخ الباروت. يعني بقول لك يمكن 70 ادمي موجود في الجيم لو اكثر بعد. المكاين كلها المزرات والسيارات المعقول ان العالم هاي كلها غلطانه وانتم اللي باركين في بيوتكم صح؟ مش معقول ابدا. الغلط ابوي منكم بيجيكم الرباخ. الرباخ اول ما بيضرب بيضربكم. الرباخ عباره عن كسل وبيد في العظام عقب ابوي تتبريد عظامكم عقب سيده مرحله الويلتشير. عاد الويلتشير هاي بعد خلاص عقبها شو؟ يشلونك يحطونك بجفير. فاللي ابوي ما بيصير الرياضه مصيره للجفير. شوفوا اليوم يا الله يحفظكم التمرين فيه نوع من انواع العقاب. فيه تهويس زياده على اللزوم. شو السبب؟ اتخمخيم الاكل هالكم يوم اللي اختفت لانه وايد عزمت تهربت في الاكل والحلاوه وما ادري شو وايد. فقلت في خاطري الحين مجبر رمضان. رمضان شيء كم من سفره وما في ابوكم على التراصريص. قلت بتلاحق عمري من الحين وان شاء الله الله بييسر الامور. البنطلون والقميص والتيشيرت روحه ما يتشاهد على اللبس يعني ضيج ما حد يحب الضيج. فما بالك بعد مترصرص هاي مصيبه. حد لنا وهالرجال الحين نحل تامين عالم كلها ابوي ظهرت من الجيم يا صفر الجيم ولا نفاخ الضوء فيه. وقوم علي تريون خاري وبسير بشل لو بنتمشى ولا شياته الله يعلم وين بنسير. كان شي رمسون له ضربان بصور لكم. الحين بخبركم بسير بخلي من يركب الدال بخلي يعد علينا سالفة أول ما تعرفت عليه. شو السالفة وشو العلم وشو الدواهي بطني بجد جد ما شيء أكثر عنه. إن شاء الله أني ما أنسى أني خلي يعد علي السالفة خلاص. عد علي جد بالنص ييزي قنابل هو من عائلة قم جداوي هذا أكيد. خالته تحية كليوكا تحية هالرقاصة خالته المراد ان خالته تسوي رجاء الجداوي عمت اخت ابوه او عمه ابوه شيء من هالقبيل حتى بينهم قضايا توهم كاس من القضيه. وفي نفس الوقت بعد تخصها يسموها هي اللي توني عديت لكم اياها انزين كلز الله راسك الرقاصه يسمونها هي تحيه كريوكا تحيه كريوكا تستوي عمته الزهره مار مش اجلك انزين صبري صبر انزين. وان شاء الله اذا الله جعلنا من حيين من اركب السياره الحين بخلي يعد عليكم السالفه. سالفه الناله ما بتشب عاده. علي مساك الله بالخير. مساء النور. لا والمساء الخير للمتابعين. مساء الخير لكل اللي بيشوفونا. يا سلام قال لي بيشوفون ورد الجزائر. قبل شوي فتحت موضوع مع الجماعه وقلت لهم ان علي اليوم بيخبركم كيف انا تعرفت عليه. وخبرهم انت من اي عائله؟ عائله تنتمي الى عائله فنيه. أيوة. زين خبرهم من طقطق السلام عليكم. لا ابدا ما فيش موضوع هذا ما ابغاوي يعني ما بدو اهميه يعني كيف تعرفنا هذا شيء عادي يعني. زين انا اسمي علي الجداوي لقب العيله الجداوي. طبعا الجداوي من الرقبه تعرفوا انا قريب مين رجال الجداوي عمتي شقيقه والدي على طول خاله والدي على طول هي الفنانه تحيه كروكا الحاجه تحيه الله يرحمها. حجتي؟ كتير والله. هي شو كانت شغلتها؟ كانت ممثله وكانت بدايتها راقصه. راقصه؟ وبعدين رقاصه يعني؟ وبعدين بطلت. خالك ولا خاله ابوك؟ خاله والدي كانت رقاصه. يو ودعيب؟ لا مش عيب انا ما قلت عيب. ايوه والنعم المهم يعني رقاصه. شو حينه رقاصه ولا كانت ماتت دلوقتي زي ماتت مطوعه ولا رقاصه كانت والله مش كل انسان بيعمل اي حاجه بيغيرها بيبقى كويس اكيد. ماتت وهي رقاصه لا 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 ولا لا لا ماتت وهي مطوعه لا 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 من بطلة من راس من الستينات ولا زي وماتت على شو على دين الاسلام الحمد لله. زين وعقب ما توفت شي خلفت
كان لفت اولاد؟ اولاد لا, لا 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 بس في بنت صغيره لقيتها على باب الشقه كانت متبنيها وكانت مربتها يعني اه هي ربتها وتبنتها وكتبتها باسمها زين ولما توفت اخذتها فيفي وكتبتها باسمها فيفي عبد الرقاصات الرقاصة العودة تخلف عيالها على الرقاصة اللي أصغر عنها لا مش عيالها ها اللي مش ابنها مش بنتها ها لقيت خلاف بس كتبتها باسمها كتبتها عطية الله ايه وكتبتها باسمها حتى الوقت ما تعرفش الناس انها بنت لقينها يعني ما عرف الناس انها بنت الحين ما حد عرف الموضوع لا الناس كلها عارفة كتير بس البنت نفسها مش عارف مش هتعرفش منبيها انها ما تعرفش الناس انت من بعد هالسناب يعني ما بتعرف لا كل الناس خلاص عرفت طب انت ما على لسانك ستر زين رمس عادة بس شو خلفت من المال المال هي. على الله كل شيء الله ما فيش حاجة ثابت مش كتير يعني صدق انت ما كنت تقول لي مخلفة 64 قطعة ألماس وكان عندك ما تلعوش ألماس حي يا كذاب تقليد تخبر الحين سالفة الأول نبقي قصة الألماس اللي أول ما عرفت ألماس مش ألماس إنزين ألماس يلا آه. أول ما تعرفت عليك وقلت لي أنت خالتك تحية كريوك عرفتك ودهيتني بهالقنبل العود آه. صدمتني آه. أنك جايني ما عندك في جيبك 10 جنيه أيوه. وتقول لي أنك عندك أنك أنت كان عندك قطعة 64 قطعة ألماس كل قطعة كبر الكف لا مش كبر الكف يعني قد الحمص ما شيء رمس السالفة الصدقية الصدق والله كان في خزنة صغيرة في البيت هي كان فيها مجوهرات هي بس احنا ما خدناهاش لا, لا 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 كمل عادة المهم لا ايه؟ الماس انت تقول كان عندك اربعة وستين كم قطعة الماس 64 قطعة انزين فقط لا غير انزين وكم بلين عندك كم هالقطعة الماس دلوقتي لا هاك الايام 64 علي ها فكنا بالشات وتكلم سيده وخلص ليه حل الجمهور يا سيتري السالفه دي السالفه هذه اه انا ما المهم دلوقتي ان لما ماتت في المستشفى انزين اللي راح خد الشقه شال كل حاجه وما قالناش الا تاني يوم بعد ما شال كل شيء اهم شيء نحن بنعرف قطعه ال 64 قطعه الماس قطعه انزين وين سارن الله حسبي الله انا ملكي في الاخير اول ما عرفتك قلت لي موجودات عندي وكملن لا لا مش لا. كنت موجودة عندي لا 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 لا, لا لا في البيت قاعد معايا عايش معايا لما تنوم وانت حسبتهن جبت ال 64 قطعة الماس اي شفتهن بعينك بعيني اي وحدة اي عين الاثنين الاثنين انت ما تشوف من بعد ما حلفت هاك اليوم ان خاف نظارك وتميت تلبس نظارة ليش عشان انا شفت بعيني الالماس ايوه هو ده اللي بقى البريق بتاع الالماس صاحب النظر ايوه ليه بريق جذاب شديد واحنا دول 64 هتقعد تبص علي انت ابتديت تنسى ولا ايه ليه بس قلت لي مدام تحيه خالتي خالة بابا يعلمها من بابا زين مساك الله بالخير يا ابو حميد مساك الله بالخير يا الغالي مساك الله بالخير يا البركه يا زينها من صدفه يا زينها من صدفه ابو حميد تلحق علي من هالريال اللي عندي نفخ لي راسي من الشاذ والدواندي نفخ لي راسي يا ابوك انزين المراد يلا تكمل انت احنا وصلنا فين بقى وصلنا عند مطرح ما وقت ما قلت لي خلتك تحيه كاريوكا قالت ابوك أيوة. تحيه كاريوكا ايوه وبتغمض عينك ليه بتفتح النور بسم الله زين يا بتقولي كانت مريضة بتصرف تبيعون من حقتها هي تبيعون من قطع الأربع الألماس اللي كان 46 قطعة 64 كل أسبوعين تبيع لها قطعة من بعت قطعة سرت السوق وخدت لها لحمة ومشاوي وكفتة وكل لحم ها ما كنت تقولي هالكلام تبقي بالكلام ده منين يقول لي كل ما بيع قطعة ألماس أروح أشتري كيلوين كفتة وشوية خضار واملى الثلاجة وتقضي أسبوع كلام ولا لا يعني لين خلصنا كم قطعة ألماس من الـ 64 60 تمن أربع
تمن أربع أيوه. زين شد ماتت عادة تحية أيوه. ودفنوها أيوه. تمن من 64 قطعة ألماس تمن أربع قطع أيوه. زين سويتوا بهن الأربع قطع توزعوا بقى على الورث منو الورثة كانوا رجاء زين وأبويا إيه وعمتي سميرة عمتي سميرة زين وعمتي جمالات جمالات وسميرة ورجاء ورجاء محمد محمد اللي هو ابوك انت ايوه زين بديدة قطعة الماس قطعة الماس حوالي 100,000 جنيه كل واحد كل واحد 100,000 زين سوى بهن ابوك ال 100,000 عليكم انتوا أيوة. في حياته ولا بعد ما مات؟ لا لا في حياته قبل ما يموت اه وانت كم طلع بديدك؟ 20 شو؟ 1000 20 جنيه 20,000 جنيه اعطاك أيوة. من اصل 100,000 100,000 والثمانية سوابها بيت المياه لإخواتي أيوة أه؟ شيء أعطاها زينا والمازع ما شو أحجار كريمة أنا من كل 20,000 جنيه بستثمرهن بخليهن استثمار ويسوون روحهن 64 قطعة ألماس من جديد من جديد آه. تبتدي من الصفر من بداية بقى انزين هاي واحدة من الدواهي ايوة النصايب انزين شيء ثاني من الكذب الثاني ايوة ما علي ايه رايك ابو ظبي لا بصراحة ما كنتش اتوقع انها بالجمال ده كنت بشوفها في التلفزيون كتير هي. بس ما كنتش اتوقع ان انا ابقى في وسط الجمال ده يعني ما السلام عليكم ابو محمد سلم على الريال نسيت اسمه تلاقيت وياه في مبابه المصري وياك اظني استاذ هو شيء كذا تلاقيت وياه في مبابه سلم عليه قل له اللي زخاك في مبابه وقول وقال لك اسمه غريب يعني هو استغرب من اسمي ولا حشر ثاني المهيري هو بيتذكرني عاد ان شاء الله يا ابو قبل ما تخبرني انت مخبرني 1000 مسج مطرش لي 1000 مسج مطرش لي وهو في مبابه من هناك قال لي بلقت واحد هلكيت وقال لي لا ما قال لي شيء كان يقول يا والله قال لي الاماراتي انك انت الشاب المشهور اللي الناس كلها بتتكلم عنك في الامارات ابوي لا حد درابك ولا حد متحمنك لا في لا الامارات ولا حد حسبك اصلا انا اشهر منك دلوقتي على سناب شات افهم علي طيب. انت مطالب كل العالم تقول ليش علي ما يحط الحزام راح احطه من دلوقتي اكيد 100% اكيد فازا على الارض صدق جوعان جعان ولا لا ايوه كعان كعان ولا يوعان جعان هانجري بطنك وارم اي بطنك وارم ده هوا اه وتناوي شو املاه بقى التانك ماشي يلا ان شاء الله علي شو الحل الحين؟ مش حقي لك نوم؟ طبعا ليه؟ لما اكون جعان مش نوم ولو غصبت على نفسي افضل صاحي طول الليل واقول مالك يا علي ساكت؟ جعان قوي ايه؟ جعان مش قادر اقولها حتى مش طالعه علي نصيحتي لك انك تنام خفيف النهارده ما انا مش هنام ليه؟ هروح خفيف اه بس مش هنام ما يجيليش نوم الاكل لما اكل بقى يكبس عليا انام على طول علي فاكر قبل 3-4 سنين لما رحنا شرم الشيخ لا وصلنا شرم الشيخ قلت لك جعان برضه قلت لي يوعان بابا قلت لي بغي 3 سندوتشات لا سندوتش واحد انت لا 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 والله قلت لك 2 يا جيب 2 يا ما جيبش قلت لك خلاص هات 2 قلت لك
وبعدين اكل طلعوا اي حجم كبير قوي، سندوتش كبير قوي، اكلت واحد وفضلت ماسك الثاني وانت تقول لي كل، انا طلبته لك لازم تاكل. بعدين ما فيش بعدين، غصبت عليا لحد ما خلصت الاخر لقمه، الاخر قطمه ايه، انا بس كنت هرجع. نبغي اغنيه قديمه، اغنيه قديمه لمين يعني؟ اي حد اشتراني. انا بحب اغنيه ورده. ايوه كنتاكي ولا هارديز ولا اي حد فاتح بيبيع عيش نقف ناكل على طول. من الاخر كنتاكي ولا ونبي ولا هارديز ولا شو تبع؟ كنتاكي. كم قطعة؟ ما كترش يعني 19 قطعة بتاكل 19؟ وينجز وينجز. الله علي؟ ايوه سلمت عليه؟ السلام عليكم كنتاكي. يلا four pieces. Which one chicken? Four pieces. Which one? Chicken? Sure. No, what? Because we have also four pieces for the cheese. Okay. Yeah? Four pieces, okay? Four, yes. Spicy normal? Very spicy. Also the fries is spicy? Yes. For your drink, big size? Spicy also, right? Chips. Regular also. Okay. When the hell is it going to be? I'm going to be married. شايز لا بس خلاص شبعت علي؟ انا لسه فتحت ابوك يجنن. خلاص من الحين وساير هذا ابو شايف اللي روب غير روب، وانا ما اكل الحين خلاص، وهذا ابوي ها صرت انتهى عن البرد. الله شكلك يجنن يا علي. امر امر حيري. الله سوبر ايه؟ سوبين. كم قطعة الماس علي؟ احنا في الفراخ دلوقتي. علي الفطار بقى هيكون الصبح. يا الله تبوك داب بطنك علي. أيه. بسير دبي بيكون ويانا واحد اسمه اسماعيل. أيه. اسماعيل من مسقط بينا. منين؟ من مسقط دكتور. اه واحد طيب حبوب بيعيب. ايوه ايوه شفته معاك هناك في دبي من اسبوعين. هو هذا القصير شويه اكيد. هي عدالك هي بس طيب جدا يعني. هي اه بنسوي جو يكون حلو ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يقدر يتشرف فيه طبعا. ان شاء الله يكون يقدر يستحمل. ها تقول ايه؟ ان شاء الله يقدر يستحمل سوالف يعني. ان كان لي عمري يستحملني. علي شو اسم الفندق اللي انت ساكن فيه؟ بيس تقريبا. بيس بيس اللي في بين الجسرين. ايوه راي شو رايك فيه فنان ولا لا؟ جميل. ايوه احنا من ابو ظبي داخل فندق تقريبا 22 كيلو. لسه 22 كيلو؟ ايه على الفندق؟ ايه يا رب ما جوع. وانت يعني يوعك هذا بالكيلومترات؟ ايوه من مركب عداد برضه. سلم تصبح على خير. يلا مع السلامة. يلا تصبح. يلا خل بالك ما في يلف ابوي لف كم كبرها. هذا جريبني مشاي جريبك بزيادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. وتعالي لي سعدالي اليوم صلاح ما قصر مصبحني من الصبح. شاطر ما يبي شو الحين. ليش تظهر لسانك؟ نسيت. انزين شو حمني علي تظهر مثل ما صورت البارحة. افتح له الباب الصباح. مو زعل. لا ما بزعل. على وين انت شوف انت هنا دبي انت. ايه. هني ابيك فلاح. انت خلاص. دبي. امين انت تقول. ايه. ما بتيني ويصير مع بعض. ايه. نتلاقى سيدة في دبي. ايه. بتظهر انت من الفلاح. ايه. احسن حبيبي. ايش؟ تشكر. كيف؟ الفلاح. ايه. السباح. ايه. بس تسبح في الفلاح زين بسير. ايه. زين. توكل على انت. هذا يقول لك هني صح؟ يوم الخميس. هني لا 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 تغدى في البيت. ايه ايه الخميس ما يتقدم في دبي. ايه لا يتقدم في بيوتهم. ايش اخر يوم؟ مريض. ها؟ مريض. مريض؟ ما يمرض ابوي هذا ما يعود. صدري يدفع بمحمل. ايش مسوي لك ريوب؟ بيت ايش اسوي؟ شريت ريوبي؟ ايه اكيد؟ زين. اكنها يعني ثبت. ريوق وصل. مرحبا بالريوق يا مرحبا بالريوق. جود مورنينج جيلز. جود مورنينج. جود مورنينج. جود مورنينج. صح بريكفاست؟ الصباح عند
then he drink in Baba Khalif 1 cup of milk tea. Okay. Thank you, girls. يا سلام على اصبر اصبر منو ربع وراك؟ القوم تروغك؟ هذا ابوي ريوق صراحة ما وحالنا نصوره. وهذا ريوق يا اخي. شو صراحة؟ داخل البارحة الليايات البارحة. اي عارف فنانات صح؟ دخل. بعد شوية؟ بعدها تنشق. صبياي. الحين محمد زعلان منك. تعلي زعلان؟ أول شيء تعلي زعلان؟ ليه؟ ليه زعلان؟ انت يوم تنزل من السياره ولا بتركب فيها ترد بالباب لا سياره ما بسياره ايه؟ زين ليش انت بتكسر السياره ما كسر بابا شو عيل شو انا روحي شايف انك مودي ترد بالباب رضه ما شي كبرها لا بابا لا حرام حبيبي حرام سعد علي زمان بسرح العصر بل بل شفتك مش عملت فيه زي ما تعمل فيك امبارح صباح الخير سلام عليكم صباح الخير صباح الخير صباح هاد البوس صباح الخير يا ليلى سيب ازيك يا محمد مرحبا عسى يكون نومك كان مريح جميله لو ما الله لو الله يفكني من شرك انا بخير الحين انا اقول لك عاوز ايه فطار تقول مش عاوز فطار ما واحد عايز ولا مش عايز هي لا يعني حيتخبر شو تبريوك شيء معين كنتاكي واقف على قلبي ايه ده السن الدهن ده بتاع خالي ها عمل لك كرش يا ها وين علي هذا وياك علي ايه شو صلاح ابعد عنك يعني يقول لك انقلع انقلع ابعد عنك انقلع انقلع غور يا غور يعني ده كوكي شو؟ قلت لك نام خفيف ما طع حربين جوه يعني نزلتني انت قدام الفندق على الشارع على الحاره الثانيه انزين انا نزلت عديت الشارع انزين بس ترى شير 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 متتخطى الشير ايوه قدامك الفندق شجر ايه في سور حديد كبير صار كبير قافل الطريق اللي عند الفندق في سوق كبير حديد انزين وخلاص قلت امشي بقى معاك كده الاقي فتحه للفندق انزين فضلت ماشي في التكسير والحفر ده لقيت نفسي في البحر بعدين وبعدين دورت على حته شجر مفتوحه صغيره كده رحت نطيت منها بقيت قدام فندق ايه الحمد لله هل تعتقد انت ها ابو عبد الرحمن انا اعتقد هل تعتقد اني انا ما اعرف يا نهار اسود يعني انت عارف اكيد انت نسيت اني انا احب اعمل الواجب والاصول والحركات الهادفه الناتجه عن اضرار الاخرين علي انا كنت خايف العمال ولا الناس اللي قاعده سهرانه في الشغل يكونوا فاكرين داخل اسرع حاجه هي بتقول شكلك شكل سروق اصلا طبيعي واضح يعني علي أيوه. كذا مسج الباحي ييني مكتوب هذا عين لص لص لا يمكن فيها الرئه شو رئه اللص لا والله علي ما امزح وياه او ان عين صاروك لا ده عين الغزال انت ايوه هاي المها علي يلا لا ود الالف البح يصير طريق هو يلا بنطلع تروح انت البس حتى صليت لبس يعني فطرت وكل صليت صلي شو ما صليت شو لا ما انا كنت خايف اصلي عبد القادر يجي يستناني تزعق لي قلت اخلص بقى اتوضى بس وانزل حتى ما استحميتش انت حين صبر ليش ما تسبح؟ علشان خايف تزعلي علشان اتاخرت يا سلام انا بزعلك عشان اتاخرت صعقتني يعني يا يني صدمتك انت صدمتني ايه الرئه دي؟ والله اني مصدوم علي ايوه ليش ما تسبحت؟ مفخور يعني ما امزح وياك ثلاث ايام ما استحميتش والله العظيم من ساعه ما جيت فضل عام انت مش شامم اليوم ما نخلص شغل ابوي من الجوال ده ان شاء الله ارد عقك فندق وتدحك ادعك انا اظل عنك احيدك نظيف والله انا طبيعتي فيري كلين مان انت ثلاث ايام ما تسبح يس ما هو انت دكتاتور ما صار اشوفك دومك نظيف عيال الهدوم نظيفه
انت في مصر دومك نظيف. عشان بسحب راحتي بتحمم براحتي، انما هنا لا. حين لا، يشيل لك الدريب ويوديك فندق مره ثانيه. تسبح وتنظف وتعال. ده الكلام ده للسناب ولا الكلام ده حقيقي ولا ايه؟ لا اكيد مش حقيقي. الى حين ما تعني بالدريب والمره ثانيه. ربك خير باللي اشترى. لا انا مربيك وعارفك مش هيحصل الكلام ده. شيء طبيعي، ما بخلي الدريب يخسر بترول. يضرب المشوار ده كله على شكل. تبع الموعد بيننا وبينك الساعه 8:30، وانت مفروض تنشم الفير تتسبح وتتنظف وتصلي وتذكر الله. حين الساعه 9:30 بصلي الصبح. اي صلاه هذه حين 9:30؟ صلى المأموم ويهب. صار ما ويهب على حليب بحلم. يحلم يا حبيبي يحلم. شو صلاح؟ ما يكافر ما يصلي. انا كافر ما يصلي؟ اي والله. طيب لا بسم الله. انت طب انت بتصلي في اليوم كم مره؟ كم؟ صليت كم مره في اليوم؟ مرتين. نعم صلاة ايه؟ الجمعة يوم بتصليهم ايه؟ الجمعة خلاص. بتصليهم الجمعة ايه؟ يوم ايه؟ العصر. يوم العصر الساعة كام؟ ثلاثة. يا تي يا تي يا تي يا تي. صلي معي. لا صلي. صدق والله علي ما صليت لين الحين. والله ما صليت. واي تغربلت. خدب هذا خدب. صلاح خدب. شو خدب بعد؟ صلي خدب خدب. حدب يعني؟ ايه حدب ولا شو بعد؟ سالي خدب خدب. ما فهمتك صراحة. هذا سالي ايه خدب يخطب؟ ايه يخطب شو؟ صلاح ها شرع صلاة الجمعة. ايه